نختاروك السوس باش نزورو هذيك الطفله وباش نهضروا مع الاهل ديالها. بالنسبه للفنانين واش خاصو يدير؟ خاصو يعني يستغل الحالات الانسانيه باش يدير البوز. اولا انا ام قبل ما نكون فنانه، وما غنبغيش اي وجه من الاوجه انه اي حد يستغل مثلا ضعف الابن ديالي اولا مرضو الله يحفظ باش يتشهر، لانه ما كنتشهروش بالمعاناه ديال الناس ابدا. انما الفنان بحكم انه معروف وبحكم انه الناس كيعرفوه فالناس كيتبعوه، شنو ما دار كيتبعوه، فياريت انه الناس كاملين يتبعوه ويشوفوا، لانه هذيك الحاله حاله خاصه جدا، انه طفله عندها 10 سنين فيها 230 كيلو والاهل ديالها الحاله العائليه ديالهم على قد الحال. فكنظن انه داكشي اللي وقع في الفيسبوك والزيارات ديال الفنانين هما اللي خلاو انه الحاله ديالها ياخذوها اطباء ويتكلفوا بها، واللي هي اليوم راه في المستشفى. انا من نهار اللي دخلت المستشفى انا مشيت شفتها، كنتصل بالاب ديالها وكنسول على الحاله ديالها من جانب انساني، لانه كيف قلت لك انا ام وعندي طفل الله يحفظه الله يحفظ وليدات الناس كاملين، فما يمكنش اي شكل من الاشكال انه نستغل معاناه طفله باش انني نتشهر. ما كنظنش انه محتاجه لهذا البوز، يعني اذا كان هذا هو اللي غيشهرني معناتها ما ندير به، دونك انا ما مشيتش باش نتشهر عند اهلي ابدا.